عذرا قبل ان اجيبك على سؤال المواقف السياسية. خلال يوم امس صدر اساءة الى صحابة الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والسلام من المنشد باسم الكربلائي، واجد من المناسب ان مو فقط نعبر عن استنكارنا لما قام به، ولكن نقول اليوم موقف الجميع من مرجعية النجف الأشرف إلى أبناء المكون الشيعي وأبناء المكون السني والكردي، الكل بدأ يدرك أن هنالك أصابع تحاول أن تلعب بالأمن والاستقرار المجتمعي من خلال إثارة مثل هكذا نعرات. أقول مثل هكذا نعرات ما عادت تنطلي على أبناء الشعب العراقي. الحمد لله اليوم وجدنا إجماع وطني من مثقفين وإعلاميين وسياسيين، نعم، ومن شخصيات دينية وشيوخ أفاضل استنكرت مثل هذا الفعل. ما أريد أن أقوله هو لا يعنيني صاحب الصوت الجميل وصاحب الإساءة الكبيرة، وقلتها أني في تغريدة هو الذي خسر، لكن هي رسالة لمن يحاول أن يعبث بالأمن والاستقرار المجتمعي، قلهم شوية استحوا عيب كافي عاد. ثمن مثل هكذا مواقف دي يصير دم عراقي، والدم له حرمة عند الله سبحانه وتعالى قبل أن يكون حرمة في تعاطينا معه كما أريد أقول كمجتمع إنساني. ولذلك مثل هذه المواقف وجدت من خلال برنامجك ومن خلال شخصك الكريم شفتها، يعني أذنت لنفسي في أن أعبر عن هذا الموقف في برنامجك. ولذلك حتى ما دام أنت فتحت هذا الموضوع اليوم أيضا صدرت تغريدة باسمك كانت عباراتها قاسية، وأنا كنت قد بعثتها لك وقلت لك أبو جعفر هذه لك، من يدير هذا المشهد الآن؟ أي هي هاي المشكلة، أنه يحاولون، يعني قلت لك يلعبون. أنا أشكرك أنه طرقتها. أيضا من الأكاذيب نسبوا تغريدة لي أنه أتهجم على سماحة السيد مقتدى الصدر، ويعني هي من أسلوب التغريدة بين الأكاذيب والتزييف بها، ومختارين هذه المواقع. حتى كان أحد الشخصيات الكريمة الأخ كريم النوري قال لي هاي الجيوش الإلكترونية، قلت له الصورة الانطباعية للجيش هي البسالة الوطنية، هذا ذبابة إلكترونية، لا يمكن أن تكون جيوش. الجيوش بالصورة الانطباعية لها عقيدة وطنية وبسالة وتضحية يعني في سبيل حدود البلد وحفاظ على دماء أبنائه. ولذلك مثل هذا الذباب الإلكتروني مرة يعني يروجون مثل هذا التهجم على صحابة رسول الله، ومرة ينشرون أكاذيب بتغريدات يعني حيدر الملا يتهجم على سماحة السيد مقتدى الصدر. لا من أخلاقي لا أن أتهجم على سماحة السيد مقتدى ولا على أي شخصية أخرى. أكو نقد لمواقف سياسية نتكلمها بكل شجاعة، لا نحتاج في أن نستخدم مواقع يعني صفراء مثل خفافيش الظلام ينشرون مثل هذا كذا. نعود إلى موضوعنا الآن أبو جعفر.